فلاش الكون على أنفاس بريس، أهلا بكم. استغل تجار مدينة سان بيتروس الإيفوارية وجود المتابعة الجماهيرية الكبرى للمنتخب الوطني المغربي، فحولوا دكاكينهم إلى محلات لبيع الأقمصة الرياضية الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي. انتقد رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم والاسكاريا الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب بلاده بعد التصريحات المستفزة ضد جامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وقال كاريا في تصريحات إعلامية: نحن لا نؤيد تصريحات مدربنا عادل عمروش، بعد أن اتهم المغرب بالهيمنة على الكرة الإفريقية واختيار الحكام الذين يديرون مباريات منتخبنا. انهزم المنتخب الموريتاني بهدف قاتل في الوقت البدري الضائع أمام نظيره البوركينابي، وللمرة الخامسة على التوالي يعجز منتخب تونس في الفوز في مباراته الافتتاحية بأمم إفريقيا بعد خسارته أمام منتخب ناميبيا بهدف نظيف عن المجموعة الخامسة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا. ولحساب المجموعة نفسها، حصد منتخب مالي أول 3 نقاط بالفوز على جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، وبالتالي تتواصل عقدة مباراة الافتتاحية للبافانا بافانا للمرة 6 على التوالي. كانت هذه آخر أخبار كان. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.